في يافع، يعني يافع كبيرة. فين كنتوا تلتقوا؟ في بيت، في مسجد، في حي، في مكان مغلق يعني؟ ايوه في بيت. وكنتوا تجلسوا؟ ايش ما كان يعني يقول لكم ابو عبد الله ولا اسماء هذه اللي ذكرتها كلها؟ كنا ما كنتش تعرف اساميهم مباشره؟ ما كنتش يعرف اسامي واحد. ما كان يقولوا لكم عندما تلتقوا؟ يكلمونا القاعدة، ما كان يقولوا لكم يعني؟ كيف يعني؟ يقول ان القاعدة على حد بس. يكلمونا ان القاعدة على حقه، يكلمونا زيدة في عيش، ويقولوا ان القاتل مدري ايش هكذا. تقاتلوا؟ تقاتلوا من؟ من كان يقول لكم تقاتلوا من؟ تقاتلوا أعداء ولا تقاتلوا عسكريين ولا تقاتلوا من؟ طواغيت يقولوا. يقولوا أنهم طواهش؟ طواغيت. طواغيت؟ أن هؤلاء طواغيت. وأنتم طبعا ما كنتش تعرفوهم. وكنتوا تقتنعوا بكلامهم؟ كيف يعني؟ ما حاولش أنك يعني مثلا تسأل تقول لهم ليش نقاتل هؤلاء مثلا لأنهم ناس مثلنا يمنيين؟ ما كنتش تسأل نفسك هذا السؤال؟ لا ما كنتش أسأل. طيب لما كنتوا تلتقوا في هذا البيت ويقولوا لكم ان هؤلاء طواغيت، كانوا يقولوا لكم ان هؤلاء الطواغيت ضروري نقتلهم؟ كيف؟ ما هو ايش يعني يكلمونا على طواغيت؟ من رئيس من الطاغوت وهكذا، الرئيس من الطاغوت إن ما يجوز يقع علينا اليوم. لأنه كان يقولوا لكم ما يجوز لأنه إيش؟ مش مسلم ولا ما يطبقش الإسلام؟ ما يطبق شرع الله. قالوا أنه لا يطبق شرع الله، وأنه كان يقولوا لكم أنه ضروري تقوم دولة لتطبيق شرع الله. وكان يشوفوا أنه مثلا أن الذي يطبق شرع الله من وجهة نظرهم من هو؟ من كانوا هم يعني الأشخاص اللي بيطبقوا شرع الله؟ القاعدة. القاعدة هم المسؤولين عن تطبيق شرع الله. كان يقولون هكذا ولا يعني أنتم استنتجتم يعني من الكلام؟ ماشي يقولوا لحنا بان في ايش بالحكم شرع الله. طيب هل كانوا خلال اللقاء بكم يعني ايش كانوا يقولوا لكم من الناحية الدينية عن الصلاة، الصيام، القيام، التهجد؟ كان في دعوة من هذه الدعوات انه يعني كنا نرسل لي نصوم؟ عارف انه انتم كنتوا تصلوا، بس يعني هل كان في دعوه مثلا كان يدرسوكم منهج معين يقرؤوكم في الجلسات تقراوا مثلا عن الصلاه، عن الصيام، عن 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 هذه الاشياء، ولا ما كان فيش كتب؟ لا في كتب نقراها عن الصلاه عن الصيام. وعن عن حاجه ثانيه مثلا كنتوا تقراوا غير الكتب هذه؟ في كتب معينه تتذكرها انت؟ نقرا في كتاب رياض الصالحين وكتاب ابن تيميه وحسن المسلم، في كثير كتب. اي بس هذه كلها كتب قيمة حقيقة والناس كلهم يقرأوها. ما كان فيش كتب خاصة غير هذا مثلا عن تنظيم القاعدة، عن يعني قيادات القاعدة؟ أنت تعرف أسامة بن لادن الظواهري ولا العولقي؟ سمعت عن هؤلاء الأسماء؟ أسماء بس ما أعرف. ما كانش يدرسوكم عن هؤلاء الأشخاص؟ كيف؟ ما كانش يكلموكم هم عن هؤلاء الأشخاص؟ إلا كان يكلمون على أسامة بن لادن. إيش كان يقولوا لكم؟ يقول انه فجر في امريكا. ولما كان لما كنتوا تجلسوا وتدرسوا يعني هل كان يطلبوا منكم يعني مثلا طلبات معينه ولا يعني كان ياكلوكم ويشربوكم؟ الاكل والشرب عليهم. ايوه ياكلون ويشربون. وكان يجيبوا لكم مكافآت ماليه يعني فلوس؟ على ايش؟ اثناء ما انتم عندهم تدرسوا هذا كان يجيبوا لكم مصاريف لانك انت الان قلت تصرف على اهلك. ايوه كان يجيبوا لك مصاريف وانت ترجع لقريتك تسلم لامك الفلوس ولا لا؟ ماشي يدوني واسل بعض الاحيان. بعض الاحيان وكان يدوا لك هذه بعض الاحيان عندما يطلبوا منك طلب؟ لا مش بعد ان طلبوا مني طلب ولا ان ما طلبوا شيء هكذا. طيب اول مره قالوا لك فيها انه انتم ضروري تروحوا تستخدموا هذه المتفجره، كيف كان؟ بس بسلمها انا لواحد. من هو الذي قال لك هذا الكلام؟ من هو اللي جلس معك وشرح لك؟ أديب من؟ أديب النخاعي. ماذا قال؟ قال وصل ذا لعند واحد في البيضاء في سوق البيت واداني قروش. بس وصل لعند واحد.
ما قالكش اطرحها في مكان ما معين، سلمها ليد واحد. سلمها ليد واحد بس واحد. طيب وبعدين انت ايش عملت؟ شليتها. وش شليتها وانت عارف ما هي ولا ما كنتش داري ما هي؟ كيف؟ كنت تعرف ايش هي هذا اللي شليتها ولا ما كنتش تعرف؟ كما انا ما كنت ما اعرف العبوات، ما كنتش اعرف انها. ولا فتشتها ولا بزيتها كذا على ما هي؟ لا، دانيها في سله. ايه شليتها. وانت ما شفتهاش؟ كيف ما شفتها؟ حتى هو قال لا تفتحها. شليتها وشليتها لعند واحد في سوق القات البيضة. وهو ماذا صنع؟ عرفته انت؟ كنت تعرف هذا الواحد اللي ذهبت لعنده؟ اول مرة. وكيف لما تصير لعند واحد ما تعرفه؟ اتصلت عليه، داني رقمه، اتصلت عليه وقلت له معك فاضل ومرسل من اديب. لا ماشي، قلت وين انت؟ كان انا في سوق القات، صرحت لقيته في سوق القات. كانت تجيت من عنده اللي قلت ايوه. طيب هل كنت بالتلفون تتكلم هذا الكلام ولا ما بالله بدون تلفون؟ كان يقولوا لك لا تتكلمش بأسمائهم بالتلفون. ما كنا نتكلم بالتلفون، كان يقولوا لا تتكلم بأسمائهم. وبعدين لما وجدت هذا الرجل سلمت له هذه؟ ايوه، وصليت ويوم مسكوني. يعني وكيف عرفوك لما مسكوك؟ يمكن والله ما انا داري كيف. حد شافك في الطريق؟ حد بلغ عنك؟ والله ما انا داري، يمكن حد بلغنا. يعني مسكوك وانت بعد الصلاة؟ ايوه، صليت الظهر. ايوه، سلمت العبوة لعند هذا ولا عدك؟ ايوه. قد كنت سلمتها ولا عدك؟ كيف؟ قد كنت سلمت العبوة ولا عدك؟ ماشي، سلمتها على يده، حطيتها انا في هناك في كدافة. هل من هو اللي قال لك تحطها في هذا المكان؟ هو قال خلاص حطها هناك وروح. ها، يعني انت ما سلمتهاش ليده؟ ماشي، سلمتها، قال حطها هناك وروح. فين هناك؟ في كدافة. يعني اين كدافة؟ مكان فيه ناس؟ لا مش فيه ناس. ايش في هذا المكان؟ والله ما انا داري، يمكن حد يجزع منه. ها؟ يمكن حد يجزع منه. يعني مكان تجزع منه سيارات الجيش مثلا؟ والله ما انا داري، يمكن. ايوه، انت رحت طرحت هذه اول مره شفتها ولا لا؟ لما طرحتها شفتها؟ لا مش شفتها، ان داري انها عبوه. ما كنتش داري. طرحتها بسلتها؟ ايوه، بسلتها هكذا. ومشيت. ولا جالك فضول انك تشوف ايش داخلها؟ مش يعني ولا جالك يعني تسأل نفسك؟ يعني انت ما شاء الله في سابع، يعني قدك عندك يعني ذكاء. هو قال لي لا تفتحها، خلاها هكذا. شليتها انا هكذا وطرحتها. وشليتها ما ايوه طرحتها. وبعدين لما طرحتها طبعا مسكوك. كيف؟ بعد ما طرحتها انت رحت تصلي، في واحد يمكن شافك وبلغ عنك ومسكوك. أيوة. يعني انت ما تعلمتش هذه، ما تعلمتش كيف يصلحوها؟ ماشي، داري كيف يصلحوها. لا، هذا نهائيا كيف؟ ولا انت عارف عندما رسلوك ما ايش اللي كان معك؟ كيف؟ لما رسلك الاديب الى عند هذا الاخ الثاني، ما كنتش تعرف ايش اللي بتحمله؟ ما كنتش داري ان هذه قنبله مثلا؟ ما كنتش داري انها ابوه ولا تعنها اغراض جوالها هكذا. ايش جاء في بالك؟ ايش هي؟ ايش كنت تتخيلها؟ ما كنت شيء تعرف انها متفجرات ولا هذا. كنت في بالي انها اني اغراض، كنت أتابع أنها كرتون في جوالات هكذا. جاب في بالي هكذا وشليته. بس ما كلموني في البحث الجنائي أنها عبوة. طيب ما سألش نفسك وأنت لما رحت توصل الرسالة من أديب لعند هذا الرجل، والرجل هذا قال لك لا ما عاد أخذهاش منك، اطرحها في مكان فلان، ما سألش نفسك سؤال ليش عاد أطرح حاجة يعني يقول لك لا تفتحهاش لا تمسكهاش، وصرت تطرحها في مكان فاضي وتمشي لك؟ ما سألش نفسك ليش؟ لا ما سألت. طيب ليش ما تسأل؟ يعني مثلا أنا يعني أشوف أنه حاجة يعني يمكن بديهية أن واحد يقول لك خذها. كنت أنا أدري أنها اسم أنها جوالات، أنا لأنها كانت في كرتون حق جوالات في سلة. طيب وهل واحد يطرح جوالات في مكان خلا ويذهب؟ الله ما أنا داري، ما فكرت في عقلي جات ولا هذا، ما جت في عقلي نهائيا. طيب هل قالوا لك بعد ما تكمل المهمة يجيبوا لك فلوس ولا جابوا لك قبل؟ لا، قد جابوها قبل يومين، شليت من البيت. ايوه، اتصل فيني قالوا تعال لبا، صرحت. وطيب بعد ما انت طبعا الان يعني اخذت هذه العبوة، يعني هي بعدها انفجرت ولا ما انفجرتش؟ ما انفجرتش. بلغوا الناس يعني كان جهد شعبي، بلغوا وشافوها وبلغوا الامن وجاوا مسكوك يعني. أيوة. طيب انت بعد ذلك ايش قلت للأم؟ ايش قلت؟ كنت ما اعرف ان هذا، قلت لهم باريهم اللي دانيها في مسوق، اللي بديها في مسوق، قالوا لي صدقوني.
قالوا إني كذاب حبسوني قهوة. قهوة طلعوني إلى صنعاء. طيب في صنعاء هنا يعني كيف تعاملوا معك؟ تعاملوا معك تمام ولا كان يعذبوك؟ تعاملوا معك يعني بتاكل تمام، تشرب تمام، صحتك تمام، ولا بيتعرض للتعذيب، للضرب، للإهانة؟ لا لا متأكد؟ متأكد. لا تستحش من الكاميرا، أنت الآن معنا على الهواء، لا تستحش، قل إذا في شيء من باب المصداقية قلها. حد كان يعذبك كل شيء؟ طيب أنت الحين بعد ما بعد هذه القصة كلها إيش تنصح اللي في سنك؟ لا يصرح وش مع تنظيم القاعدة، لا يروح أي واحد في سني لا يعرف في تنظيم القاعدة مهما كانت الظروف، حتى لو كان شيء فلوس. طيب لو واحد يشتي فلوس إيش يعمل؟ يشتغل ولا فضل أين أحسن؟ عندما كنت حمال ولا عندما كنت تشتغل مع القاعدة؟ عندما كنت حمال أفضل؟ وأين يعني بالنسبة لك تحس أنه أشرف؟ كيف؟ حاجة كذا واحد يفتخر فيها، شرف، شرف لك أنك تشتغل حمال، تحمل حطب ولا تحمل بلوك ولا تحمل هذا ولا تحمل من هذه الأشياء؟ أحمل بلوك أحسن. ماشي هذا لا ما كنتش داري أنا أنها متفجرات، ما كنتش داري. طيب إذا كنت داري كنت حتعملها؟ أيش من أعملها؟ حتى لو جبنا لك فلوس وجابوا لك يعني وغروك أيش من؟ ها؟ أيش من أقتل؟ ماشي بس تقول أنا أقتل؟ يعني أنت ما شفتش تقتل أحد؟ ما شفتش تقتل أحد أنا نهائيا؟ نهائيا. والذي في سنك الآن بيستغلوهم صغار يقولون تعالوا ندي لكم فلوس يعني، واللي يلبسه محزمة ويقول له سير فجر نفسك في مكان، كايش رأيك؟ ما شفت أحد ادوا حزام قدامي ولا لا ماشي. والثاني اللي كانوا في سنك ايش كانوا يقولوا لهم؟ نفس الكلام اللي يقولوا لك؟ ما حد ادى لهم من هذه الأشياء وخلوا وصلها وطلعها ولا كيف وثقوا فيك أنت يعني؟ لماذا أديب اختارك من بين الناس؟ عندنا ما كان شيء موجود هذا اللي زملائك كانوا خارج؟ مدري من كان فحصلك وثق فيك ولا أنت لأنك كنت جالس عندهم وثق فيك؟ يمكن هكذا. ولا استغل أنه أنت عادك صغير وما تفهم شو كذا وقال يلا نستغل هذا الصغير يعني؟ الله أعلم يمكن هكذا. طيب فضل أنت قدك وش تغل أمك؟ أيوة مش تغل أمك. والإخوانك؟ أيوة. إيش تقول لهم؟ إيش قول لهم؟ قول أني مش تغل وأني مسامحون. معك الآن ايش تقول لها؟ قول لها سامحني. وأبوك المسافر اللي صار يخترب من أجلك ايش تقول؟ مشاهدينا الأكارم، إذا ابتدأنا بهذه القصة وربما هي كافية دون تعليق أن تصل إليكم هذه الفكرة عندما يتم استغلال الصغار السن واليفع والحدث من أجل أن ينفذوا مخططات للأسف الشديد يستفيد منها آخرون. أتمنى أن تبقوا معنا في اللقاء مع شخصية كبيرة، للأسف هذه الشخصية ذهب ضحية هذا الفكر المتطرف وعلى يدها عدد كبير من الناس الأبرياء. نتابع هذه الشخصية كيف تم إقناعها بأن تستخدم السلاح وأن تقتل غدرا مجموعة من الناس الآمنين ومن الناس الذي ليس لهم علاقة أبدا لا بالتطرف ولا بإرهاب، ربما ليس لهم علاقة أيضا بمحاربة أي مبادئ من مبادئ الفكر الإسلامي.